تجار بورسعيد يغلقون الشوارع الرئيسية للمطالبة بإيقاف التهريب، وإن قامت مجموعة من التجار في محافظة بورسعيد ومجموعات من الألتراز بالتظاهر وإغلاق محلاتهم وعدد من الشوارع الرئيسية في المنطقة للتنديد بالتهريب والكساد التجاري وتدني الحالة الاقتصادية في المحافظة. بعد قليل ربما نوافيكم بمزيد من التفاصيل عن تطورات الأحداث. وأمامنا المشاهد على الشاشة، احنا شايفينها دلوقتي، ومطالب لرئيس، أين رئيس الغرفة التجارية من وضع بورسعيد، في انتقادات موجهة في الشارع أو من المحتجين لموقف الغرفة أو غرفة التجارة في بورسعيد، وإن في حالة طبعا تراجع وكساد تجاري واقتصادي كبير أصاب المدينة ومؤثر على طبعا مصدر رزق طبعا غالبية سكان أو أهالي بورسعيد. معروف طول عمرها أن هذه المدينة بتعيش بدرجة كبيرة جدا على عملية التجارة، وأنها طول عمرها كانت منطقة حرة، وكان عملية التجارة بالنسبة لها هي النشاط الأكبر والأهم، حتى مع واقع أنها ميناء وأنها من مدن القناة، وأن طبعا في نشاط كبير جدا لبورسعيد مثل باقي المدن اللي بتستقبل طبعا التجارة عن طريق البحر. لكن في النهايه في تاثر كبير جدا شان مختلف المدن والمحافظات المصريه، وبيتبلور ويكون بارز ومؤثر سلبا اكتر في اي مدينه بتعتمد بدرجه اكتر او بنسبه اكبر على التجاره. واحنا بنتابع المشاهد مع حضراتكم على الشاشه، هنرجع نستكمل حديثنا حول ما يثار الان حول سد النهضه وفرص او السيناريوهات والحلول الممكنه واقعيا وعلميا امام القيادة السياسية وأمام دوائر اتخاذ القرار وأمام حكومة الدكتور البلاوي.